أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الاجتماعية والثقافية والدينية. فنتمنى لكم مشاهدينا الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله. تقام اليوم تصفيات الثانية على مستوى منطقة العاصمة التعليمية بمشاركة العديد من المدارس ممثلة بالعديد والعدد الكبير من الطلبة المشاركين في هذه المسابقة للحصول على لقب بطل التحدي على مستوى الكويت وعلى مستوى الوطن العربي. لا شك أن آلية المسابقة تحتم على أن تكون هناك لجان تحكيم مبدأ أول مرة في المدارس. لجان التحكيم تعقد في المدرسة في التصفيات الأولى، ومن ثم يخرج منها 3 طلبة كحد أقصى، وبعد ذلك تقام تصفيات على المستوى الثاني على مستوى المنطقة التعليمية، التصفيات الثانية على مستوى المنطقة التعليمية، ومن ثم الوصول إلى التصفيات النهائية على مستوى الكويت، مستوى الدولة. لا شك أن المستويات ممتازة جدا، وهذا يؤكد على أهمية القراءة في أنها تكتشف أو تظهر لنا نماذج طيبة جدا من داخل المدارس من خلال الطلبة الذين يحبون القراءة والمطالعة. ولا شك أن القراءة لها أثر كبير على الطلبة في إظهار ما لديهم من مكنونات ثقافية من خلال استخدام التراكيب اللغوية والمفردات الثروة اللغوية أيضا. لا شك أن هذه الأمور كلها مفيدة للطالب، وهذه المسابقة أمانة يعني احنا نعتبرها على المستوى الشخصي أنها درة المسابقات على مستوى الوطن العربي، لأنها تمتاز مثل ما قلت لك بأهميتها وتعزيز حب غرس الثقافة والقراءة في نفوس الطلبة. المرحلة القادمة إن شاء الله راح تكون التصفيات النهائية على مستوى الدولة، وراح يعني يخرج من هذه التصفيات الثانية 10 طلاب يمثلون منطقة العاصمة على مستوى دولة الكويت. ولا شك أن منطقة العاصمة التعليمية كان لها السبق في الحصول على لقب بطل التحدي مرتين، كان للطالبة زهرة منصور الشمري في العام 2018 والطالبة غلا حمود العنزي في العام 2023، ونتأمل إن شاء الله السنة هذه أن أيضا يكون بطل التحدي على مستوى الدولة من منطقة العاصمة التعليمية لما فيها من كم من الطلبة لديهم مخزون ثقافي ولديهم قراءات ممتازة تؤهلهم إن شاء الله للحصول على لقب بطل التحدي على مستوى الوطن على مستوى الكويت، ومن ثم نأمل أنهم يحصلون على هذا اللقب على مستوى الوطن العربي. في الختام أحب أن أوجه الشكر أول شيء إلى إدارة المدرسة المستضيفة مدرسة عبد اللطيف الديين اللي قيمت فيها التصفيات، وعلى رأسها مديرة المدرسة أستاذة إيمان العنزي، كل الشكر لها. والشكر موصول أيضا لجميع الأخوان والأخوات العاملين في توجيه المكتبات، لا شك أدوا جهود جبارة في تنظيم مثل عملية التصفيات الثانية. والشكر أيضا موصول للأستاذة أفراح المطوطح على يعني تحملها مسؤولية تنظيم التصفيات كاملة مع ملف المشرف المتميز، ونأمل من الله عز وجل إن شاء الله أن يعني تؤتي هذه الجهود ثمارها في الحصول على الجوائز من خلال المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالب حسن بهبهاني من مدرسة عبد اللطيف الديين. القراءة هي غذاء للروح وهي الطريق للمستقبل، كما قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن القراءة طريق للمستقبل. قرأت كتبا عن الأمانة والصدق والابتعاد عن الحسد والشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب عبد الله عبد العزيز المنصوري من أكاديمية الموهبة المشتركة بنين في الصف 11. أتيت مشاركا في تحدي القراءة العربي لأحظى بالفائدة والمتعة، فأنا أقرأ الكتب وأغوص في عالم
من الخيال والمتعة والفائدة، وأسعد بمشاركتي في تحدي القراء العربي الذي ينمي من مهارات القرائية واستفادتي من المعلومات. قرأت ولله الحمد 50 كتابا مع التلخيص، وسأسأل إن شاء الله عنها في اللجنة. استفدت من الكتب التي قرأتها عن تمارين السيطرة على التوتر، ومجموعها 3 تمارين. هذه التمارين تساعد على السيطرة على التوتر لتحقيق أقصى مستوى مطلوب في العمل. السلام عليكم، معكم الطالب عصام عبد الله الفليج من مدرسة خالد أحمد المضف المتوسطة للبنين. جيت عشان أشارك في مسابقة تحدي القراءة العربي اللي تعلمني الاستفادة والقراءة، وأنا استفدت وايد من مشاركتي في هذا التحدي طيلة السنوات اللي اشتركت فيها. قرأت 50 كتابا في طيلة هذا العام، وأفضل كتاب قرأته هو كتاب كيف أصبحوا عظماء، وقد استفدت منه الكثير الكثير، فعرفت كيف أصبحوا عظماء. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. معكم اختصاصي مكتبات عبد العزيز برزوق الدبيس من مدرسة العلاء بالحضرمي المتوسطة بنين. اليوم تجمعنا هنا في التصفيات لتحدي القراءة. هذه المسابقة اللي دائما أنصح فيها أقربائي قبل الناس الغرب عني، مسابقة مهمة تنمي مهارات الطالب، تفتح آفاق ومصادر معلومات مختلفة لديه، والأهم من ذلك تكسر حاجز الرهبة ما بينه وبين زملائه الطلبة. لما نشوف الطالب يقعد يسولف، السادس ما يقدر يسولف، السابع يتنمى تدريجيا للثامن والتاسع، نعرف أن في أهمية للقراءة. تشرفنا كثيرا في مجال المكتبات المعلومات أن احنا اللي مشرفين على هذه المسابقة، مسابقة سنوية، وأنصح كل أولياء الأمور بالاطلاع عليها والتواصل مع عملاء المكتبات للوصول إلى أهم نتيجة وخلاصة والفائدة للطلب لديهم. بالنسبة لدور أمين المكتبة في هذه التصفيات، دور جوهري ومحوري، دوره يكمن في تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة، تذكيرهم في كلمة الإذاعة، تذكيرهم يومياً واطلاعهم على أهم المصادر. طبعا وصلنا الحين لختام المراحل والتصفيات النهائية، وهناك مصادر أيضا ومراحل متقدمة. نتمنى التوفيق لكل الموجودين في هذه المسابقة، واللي ما حالف الحظ إن شاء الله له سنوات متقدمة يستطيع الاستفادة من جوازاته سنة بعد سنة إن شاء الله ويطور عليها. الفائدة الأولية واللي دائما أكررها بالنسبة للطلبة هو كسر حاجز الرهبة. الطالب يستطيع أن يتحدث، يستطيع أن يقف أمام المعلم في المواد الرئيسية فضلا عن تخصص المكتبات، يستطيع أن يتحدث اجتماعيا مع أولياء أموره، مع أقاربه. نعرف إحنا الجيل الحالي منطوي شوي على نفسه، لا يستطيع التحدث كثير، لا يستطيع إلقاء ومقابلة ومجادلة أمامه. نتكلم هنا عن المجادلة الإيجابية، لكن التحدي القراءة يكسر هذا الحاجز. وسنة بعد سنة لاحظنا كثير على مدار السنوات في الخدمة 14 سنة وأكثر، لاحظنا تطور لكل من يلتحق في هذه المسابقة. ونعيد نصيحتنا لأولياء الأمور للاطلاع على هذه المسابقة ومشاركة طلبتهم من السنة القادمة إن شاء الله، وفالهم التوفيق. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.